حلمت ان السماء سودت وبعدين الدنيا مطرت، كان بينزل اسم الله من السماء، كان بينزل على مأذنة المساجد يعليها، وانا كنت بكبر واهل واقول دي معجزة، ده تربص، دي رؤية عامة، دي رؤية من الرؤى العامة. السماء التي تسود، اعوذ بالله، ربنا يا رب يعافيكم ويعافينا جميعا يا رب يا رب يا رب. حد عايز يتمكن من مصر جدا، وعايز الحوادث الصعبة يمر بيها مصر، تمر بيها لا قدر الله. في اكتر من حاجة هتحصل، اكتر من حادث ورا بعض ورا بعض ورا بعض هيحصلهم. بعد كده بتقول اسم الله، اسم الله، مصر مذكورة في القرآن الكريم، مصر مذكورة ان ربنا سبحانه وتعالى حاميها. دي بعض الحوادث، ان شاء الله يا رب يا رب ربنا يسترها وتعدي بسلام وامان يا رب. نزلت بعد كده اسم الله على مأذنة من المساجد، وهي كانت بتكبر وقالت دي معجزة، معجزة، هي حماية من عند الله سبحانه وتعالى، لانها هي مصر فعلا كلها معجزات من عند الله، حماية من عند الله. كل ما تبقى في حد عايز يجي على مصر قوي 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 تطلع بمعجزة، تطلع فعلا بمعجزة. حتى ايام الكورونا، حتى ايام حاجات كتيرة جدا، ثورات، الحاجات دي كلها اللهم بارك، الله اكبر الله اكبر. الضرر اللي لحق بالدول كلها الله اكبر، ربنا عفى مصر منه. فهي بعض الاضرار يعني شويه، هي واضحه دي بصراحه، شويه حوادث بس هتعدي هتعدي، ربنا يسترها يا رب ويعافينا، ربنا يسترها ويعافينا يا رب.